خليني اروح لحبيبه من الممشى السياحي. حبيبه انت شايفه استعدادات وتجهيزات دلوقتي الحفل للنجم احمد سعد، واحنا يوم الخميس فاحنا طبعا بنتوقع انه بيبقى فيه زياده في الاعداد شويه، بدايه بقى عطله اسبوع، ده غير طبعا الفعاليات الموجوده في العالمين الجديده. اتفضلي يا حبيبه. برحب بيكي في البداية لما وبجاكلين وشروق وبحور في استوديو القاهرة من اكسترا نيوز. يعني احنا الان بنشهد يوم جديد من فعاليات واحتفاليات مهرجان العالمين الجديدة، الحدث الترفيهي الاكبر في الشرق الاوسط. طبعا انا موجودة في الممشى السياحي وبخلفي الارينا عالمين اللي هيحدث فيها حفل النجم احمد سعد بعد ساعات قليلة. يعني هو المفروض الحفل يبدأ الساعة 10 مساء. يعني اعذريني بس في الصوت، يعني من خلفي طبعا زي ما انت شايفة وسمعة، يعني في اجواء من الاحتفالات والبهجة والسعادة من كل الحاضرين ومن كل المارة، وبدأت بالفعل دلوقتي يعني تشغيل اغاني بسيطة كده قبل بدء حفل النجم احمد سعد وقبل صعوده على المسرح. يومين النجم احمد سعد نزل على صفحاته الخاصه على وسائل التواصل الاجتماعي كان فيديو كده بيهزر بيقول انا هاجي اغني وامشي في العالمين الجديده، لكن طبعا ده كان هزار، يعني بالعكس تماما انه هيكون في مفاجآت كتيره جدا اليوم في حفل النجم احمد سعد. هنشوف مفاجآت كتير في الحفله زي ما شفنا مفاجآت في حفل السوبر ستار تامر حسني. الحقيقه كان في العديد من المفاجآت، يعني يوم حفل تامر حسني شفنا الانفلونسر المؤثر نويل روبنسون كان موجود على المسرح مفاجأة مع تامر حسني، وكان في العديد من الفنانين شاركوا مع تامر حسني على المسرح ومن الجمهور، وكان الحقيقة في العديد من المفاجآت. خليني لما أقولك يعني حقيقة يا حبيبة على حفلة سوبر ستار تامر حسني قبل ما نتخطى النقطة دي، كانت حفل على مستوى عالمي، الفاير ووركس الالعاب الناريه، نزوله ودخوله هو المسرح، الانفلونسر طبعا او الراقص نوال، الاجواء كلها، الجرافيكس، الفيديوز من وراء، الكواليتي او جوده الصوت وجوده الصوره، كانت حفله على طراز عالمي فعلا، واكيد مستنيين ده النهارده. اتفضلي حبيبه كملي قولي لي المشهد من امامك. صحيح يا لما زي ما ذكرت، يعني الحقيقة يوم حفلة تامر حسني يعني احنا كلنا انبهرنا، يعني انا شفت الحفلة الحقيقة كان في بهجة وسعادة من الجمهور، والحقيقة يعني الحفلة كانت مصرية يعني بطراز عالمي، كان من جودة الصوت زي ما ذكرتي والفاير ووركس وكل الحاضرين والجرافيكس، يعني الحقيقة كان في جو من البهجة ويعني الشعور بالفخر ان ده بيحصل في مصر وبالتحديد في مدينة العالمين الجديدة. كمان يا لما كان في حاجة حلوة قوي وهتحصل برضو النهاردة، ان كبار السن او اللي ما قدروش يحضروا حفلة تامر حسني كانت الحفلة بتتعرض على شاشات عرض ضخمة وعملاقة طول ما انت ماشية في مدينة العالمين الجديدة وبالتحديد في الممشى السياحي، وده برضو هيحصل النهاردة. يعني حفلة النجم احمد سعد من المنتظر ان هي هتتعرض على اكبر الشاشات في مدينة العالمين الجديدة لحظة بلحظة، لكل يعني كبار السن والمارة اللي مش قادرين يحضروا حفلة تامر حسني هيقدروا يشوفوها في شاشات عرض ضخمة في الممشى السياحي. الممشى السياحي الحقيقة يعني بتبدأ الناس تتوافد وتيجي من الصبح وبيزيد عددهم بالليل. المشهد من أمامي يعني في العديد من المصريين والزائرين، ومن شوية شفنا زائرين من جنسيات مختلفة، بالتحديد كانوا يعني روس وأوكران وأردنيين، دي أكتر الجنسيات الموجودة في مدينة العالمين الجديدة واللي شفناها من شوية في الممشى السياحي. والحقيقة الناس مستمتعة، يعني في جميع الفئات العمرية، في أطفال، في شباب، في أسر مصرية، جميع الفئات العمرية من أمامي قاعدين مستمتعين بالأجواء الصيفية في مدينة العالمين الجديدة وبالتحديد في الممشى السياحي. كمان يا لما في الأومول موجود على يعني بداية الممشى السياحي. الأومول في ميزة حلوة جدا في الارتفيشال سكاي لايت اللي هو يعني الإضاءة السماء الصناعية، السماء بتفضل منورة طول اليوم حتى بالليل، وفي طبعا جميع الخدمات الترفيهية، وفي كافيهات، في مولات تجارية، في خدمات، جميع الخدمات متوفرة للمصريين والمواطنين والجمهور وكل المارة وكل الحاضرين الحقيقة مستمتعين
مستمتعين وكله بيستمتع بفعاليات مهرجان العالمين الجديدة اللي بالحقيقة يعني مدينة العالمين الجديدة طبعا يعني حاجة عظيمة جدا لمصر، وبمهرجان العالمين الجديدة أضافت ليها الكثير. يعني خليني برضه أقول لك يا لما مش عارفة المشهد باين من ورايا ولا لا، إنه في عربيات تأمين، في عربيات تأمين ماشية، يعني جميع الحاضرين يشعروا بالأمان والسعادة والفخر. وفي الحقيقة أن أنا منتظرة أحضر يعني حفلة النجمة أحمد سعد، وإحنا سمعين الأصوات من خلفي يعني في أجواء من الاحتفالات يعني غاية في الروعة.